فضيلة الشيخ، بالنسبة للأطفال اللي ما يحسنون الصلاة ويتلفتون أو يركعون ولا يسجدون، هل يجوز إخراجهم من الصف أو يتركون؟ الأطفال الصغار إن حصل منهم أذية فإنهم يخرجون، لكن كيف يكون إخراجهم؟ ليس بالزجر والصياح عليهم، إخراجهم أن يتصلوا بأولياء أمورهم، يقول يا فلان إن ابنك أو أخاك يشوش علينا، حتى يكون كفوا عن المسجد من قبل ولي أمره. وأنت تعلم أنك لو صحت بهذا الصبي انزعج وكره المسجد وكره الحضور إليه، وربما يكون في قلب وليه شيء عليك، لكن إذا أتيت الأمر من بابه صار أحسن. أما إذا كان صبيا لا يحصل منه أذية لا بقوله ولا بفعله، فإنه لا يجوز إخراجه من المسجد ولا تحويله من مكانه ولو كان في مقدم الصف إلى مكان آخر، بل يبقى في مكانه ولو كان خلف الإمام، لأن ما سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مكانه ويجلس فيه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحويل الصغار من الصف الأول إلى الثاني، فإن جاء رجال بالغون حولناهم من الثاني إلى الثالث، وهكذا حتى يكونوا في آخر المسجد، بناء على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني البالغين، والنهى يعني العقلاء. ولكن في الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يريد حث هؤلاء على التقدم حتى يلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان يريد طرد الصغار من الصف الأول وما أشبه ذلك لقال: لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. فلو كانت عبارة الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام، قلنا هذا نهي عن أن يله الصغار أو المجانين فيخرجون فيحولون إلى مكان آخر. ثم إن في تحويل الصغار من الصفوف المقدمة حتى يكونوا في آخر صف، هذا مما يزيد كراهتهم للمسجد وأهل المسجد، ومما يزيد تشويشهم أيضا، لأنهم إذا كانوا صفا واحدا كثر منهم التشويش واللغط، بخلاف ما إذا كانوا بين الناس. نعم، لو فرضنا أنه كان إلى جنبك صبيا وخشيت أن يعبث فلا بأس أن تفرق بينهما درءا لما يخشى من المفسدة. نعم.